دلوقتي بقى معاد فقرتنا وموضوع حلقتنا اللي كان بيتكلم عن فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال بعد تأكد تواجده في التصنيف الثاني بالمرحلة النهائية للتصفيات. تعالوا كده ناخد بقى آراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونشوف آرائهم قالوا لنا ايه. نبدأ من عند مين يا نيرفانا؟ عبد الله سالم، صباح الخير على حضراتكم. نهاركم ابيض بخطين حمر. طبعا منتخب مصر اسم كبير في القارة الإفريقية، يقدر ان هو يصعد على اي منتخب افريقي. منتخب مصر احنا تعودنا عليه ان هو بيعمل الصعب مش السهل، بس شوية تركيز من اللعيبة ويلعبوا جماعي اكتر ان شاء الله منتخب مصر هيصعد لكاس العالم، ودايما متألقين يا احمد ونيرفانا. انا خليك عبد، صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الخير عليك يا احمد. ده عبد الناصر بيقول اولا الف مليون مبروك لمنتخبنا الصعود للمرحلة النهائية، ثانيا فرصنا كبيرة حتى لو تصنيف تاني، وأي منتخب هنواجهه هنحقق الفوز إن شاء الله ونصعد. زملكاوي وافتخر. شكرا ليك يا عبدو. حمدي عبدو، صباح الفل وياسمين عليكم أحمد ونيرفانا. نهاركم أبيض بخطين حمر لون تيشيرت نادينا الملكي العظيم. إن شاء الله كل الفرص موجودة للصعود لنهائي كأس العالم. شريطة استدعاء روح وشريطة استدعاء روح وشخصية الإنسان المصري صاحب الإنجازات والانتصارات على مر التاريخ، ونتذكر إن هي 180 دقيقة وبعدها نلحق في نحلق في السماء إلى محفل الكورة الحقيقي. بالتوفيق إن شاء الله منتخب مصرنا العزيزة العظيمة. زملكاوي وأفتخر للأبد. شكراً يا حمدي، شكراً.